مشاهدينا، هل ما زال الحجاب ممنوعا في بعض المهن والوظائف أم أن كل الممنوعات سقطت بعد 25 يناير؟ معايا داخل الاستوديو من المضيفات الجويات أستاذة هبة حسن عباس، أهلا بيكي أستاذة هبة. ومعايا أيضا أستاذة ميسة عبد الهادي. أستاذة ميسة أهلا بيكي. معايا الداعية الأستاذ شريف شحاتة. أستاذ شريف أهلا بيكي. أهلا بيك. والكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة أهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا ما مضيتش على أي بند وأنا بشتغل إني أنا ما ارتديش الحجاب، يعني ما قالوليش لا أصل أنت لو اتحجبتي مش هتشتغلي مضيفة، ما مضيتش على حاجة زي كده في العقد. فبس احنا بنقول ليه، يعني ليه ده ما يبقاش شيء متاح لينا، ليه ما يبقاش عندي حريه فيه زي اي شركات الطيران، حتى البريتش ايرويز سمحت بده. فانا مستغربين بصراحه، ونفسنا ان احنا بنناشد ان احنا فعلا نرجع شغلنا. ده اليونيفورم بتاع الخطوط البريطانيه، دي مضيفه مسلمه بتعمل في الخطوط البريطانيه بريتش ايرويز، وده اليونيفورم بتاع الجلف، وده الماليزية والعراقية والأميرتس. حتى لو فرض ان هم الزي ده مش بالظبط، مش شرط ان هم يحتفظوا بالكاب طول الوقت، بس ده نموذج، يعني ده نموذج ممكن يطبق عندنا. المضيفة دي ده لبس حجاب رسمي، فاحنا ممكن أسوة بيهم، واحنا المفروض دلوقتي في عهد عصر حريه، احنا لينا اطوال معينه. حتى في الجيب لما كانوا عاملين جيب كانت الاطوال ليها يعني المفروض انها ما تبقاش قصيره، يعني بالعكس هم كانوا بيمنعوا المضيفات اللي لابسين جيبات قصيره. فاوريدي احنا يعني كشركه مصر طيران احنا بنحافظ على شكل المراه المصريه، فاحنا بنناشد ان احنا نفسنا يتسمح لنا ان احنا نلبس الحجاب على الطياره. انا طالعه نيويورك اول رحله اطلعها بعد ما انا راجعه من عمره، صعبان عليا ان انا اقلع الطرحه، وفعلا قلعت الطرحه على الطياره، يعني دخلت المكتب من غير طرحه، وانا في الريست اور بتاعتي كنت حاطه الطرحه، لدرجه الشاف اللي معايا انت اصلا محجبه؟ قلت لها ايوه انا راجعه من عمره ولسه محجبه، وبتمنى ان احنا المحجبات يطيروا بالحجاب. ونزلت من الرحله على الاوتيل في نيويورك حطيت الطرحه وخرجت بره والناس شافوني وانا بالطرحه وبره، ما احنا بنقعد في نيويورك يومين ومفيش اي مشكله فيها، والناس بتعامل مع كل الناس، لا الحجاب هيأثر في اي حاجه بعلاقتي بالركاب ولا اي حاجه. انا اعتقد يعني ان الركاب هيبقوا براود ومبسوطين قوي ان احنا كبلد عربيه، الناس الاجانب بيبقوا راجعين معايا من على الطياره بيقولوا لي السلام عليكم. احنا مش عايزين نجبر حد يلبس الحجاب غصب عنه، احنا بنقول اللي عايزه تلبس الحجاب تلبسه، زي ما في مصممين ازياء بيعملوا لنا اليونيفورم يبقى في مصممين ازياء برضو يعملوا لنا حجاب انيق وشيك، يبقى شكله لطيف وبسيط جدا، يبقى كل المحجبات كل المضيفات اللي عايزه تتحجب تقدر تلبس الحجاب دون. حسب تعليمات السلطات الجويه، السلطات في مطارات هناك في السعوديه بالذات شخصيا، يعني بيقولوا فيها ان احنا لازم اي فرد امراه تبقى على باب الطائرة لازم انها تكون مرتدية الحجاب. ففي الوقت ده احنا بنيجي نازلين من الطيارة بنستعمل السكار في الاشارة بتاعنا بتاع الشركة وبنرتديه على ان هو حجاب، وبننزل بيه من الطيارة وبنتعامل عادي جدا وهكذا. اذا الشركة ما عندهاش مانع ان انا اتعامل في الرحلة دي بالحجاب. استاذة هبة، عاوز ابدأ معاكي، يعني بالتأكيد احتجاج المضيفات الجويات في قضية منعهن من العمل بالحجاب يعني هي قضية قديمة، ولكن يبدو أنها بعد 25 يناير اكتسبت بعدا جديدا في استغلال لمحاولة إسقاط كل الممنوعات والمطالبة بكل الحقوق. ليه أعدتوا المطالبة بهذا الحق من جديد وبشكل مكثف هذه الأيام؟ أنا هقول لحضرتك يا سهيل، أنا مضيفة من المضيفات الجدد، تعييني كان 2006 بعقد 3 سنوات. 2006 يا فندم. ده انت مضيفة حديثا. 5 سنين يعني حديثا وبتحتجي على القواعد المعمول بها. على فكرة انا ما احتجتش، انا بطلب رجاء والتماس من رؤسائي، ده رجاء والتماس، ده مش احتجاج، ان هم يسمحوا للمحجبات مننا اللي هم اصلا محجبات وعايزين يطيروا بالحجاب يطيروا. هقول لك السؤال المنطقي اللي في البداية، يعني انا طبعا يعني مش معاكي ولا ضدك، لكن انا بقولك خلينا نوب عن الغير. البعض هيقول لما دخلتي تشتغلي مضيفه ما كنتش انت عارفه قواعد المهنه وقواعد الوظيفه،
قواعد الوظيفة من بينها انك ما تلبسيش حجاب. لا انا مش ماضي على عقد مكتوب ان انا البس حجاب او غير حجاب. العقد اللي انا ماضي عليه ان انا خلال اول 3 سنوات من عقدي اتزوج ولا انجب اطفال. ده العقد اللي انا ماضيه وان انا التزم باليونيفورم. اليونيفورم بتاعنا 4 يونيفورم بنلبسهم حضرتك. بنلبس الجيب السكيرت والدرس والبنطلون اللي هو البدله بتاعتنا. الركاب بيبقوا اوريدي شافوا الناس اللي في التشيك ان وهم بيحطوا الشنط وبياخدوا البوردنج بتاعهم محجبات ونفس اليونيفورم بتاعهم نفس اليونيفورم بتاعنا. الفرق بيننا وبينهم ايه حضرتك؟ هم محجبات واحنا في اللي محجب ومش محجب. انا ما بطالبش ان الحجاب يبقى في مصر للطيران كلها لان احنا زملاء يعني مسلمات ومسيحيات وكل واحد حر. انا مش بطالب. انا بقول احنا دلوقتي دوله ديمقراطيه وفي عصر الحريه اللي احنا فيها بعد 25 يناير. انا سمعت ان زملائي يعني الاقدم مني رفعوا قضيه فعلا على الشركه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل في القضيه ديت بس لما سالنا القضيه فعلا دخلت روت في المحكمه. استاذه ميسم معاهم بس انا عاوز يعني قبل ما ابدا كمان بالاستاذه ميسم لان انتوا بتقولوا هي اللي بتقود يعني مطالبكم. احنا كلنا مع بعض. لا هو خالد يعقوب ده بيمسكوه كان زمان حضرتك ادرى الناس والموضوع. طيب انا يعني طب يعني قبل ما اسال الاستاذه فريد يعني خلينا اقول في قضيه الحجاب السؤال نفس السؤال في الذهن يعني البعض هيتهمكم ان انتوا الحقيقه يعني بتتنصلوا او بتنقضوا على قواعد الوظيفه. يعني اللي بتدخل تشتغل مذيعه يعني عارفه القواعد واللي بتدخل تشتغل مضيفه ايضا انه يعني في معلومات مؤكده انه الحجاب ممنوع في بعض المهن والوظائف. بالتاكيد كان عندكم هذه المعلومات بالتاكيد. هي كانت عند الشعب المصري كله كل المعلومات ان كل حاجه كانت ممنوعه تقريبا. ولكن بعد 25 يناير اللي كان خاضع لقهر معين او في ظلم معين او في غير حاجه غير منطقيه ممنوعه. يعني انا ليه دلوقتي امنع واحده انها تغطي شعرها؟ هل هي المضيفه هي ان انا بضيف الراكب اللي جاي هل هو هيفرق معايا شعري او مش شعري؟ يعني ممكن يكونوا بيبصوا انه جمال المضيفه اناقتها شكلها بشكل متكامل يعني ما يبقاش فيه ما يمكن انه يبقى فيه غطاء ودي قواعد متعارف عليها. حضرتك قلت كلمه مهمه قوي دلوقتي غطاء للراس. احنا كان في التسعينات من ضمن الزي بتاعنا كان في غطاء للراس اللي هو كاب. وده مفروض عليا من مصممي الازياء الخاصين بتحديد شكل الزي للمضيفه الجويه. فهل لما يفرض عليا من مصمم ازياء بشر زيه كاب ويبقى جزء من اليونيفورم اتجازه لو ما لبستوش وياثر على الماديات بتاعتي؟ هل ده اهم ولا ان انا اعمل بقى غطاء راس اللي هو الاسلامي اللي هو الحجاب وان انا اللي ربنا فرضه عليا واللي هو الاستاذه فريده بصيت لك ازاي حضرتك اول ما قلتي غطاء يعني قولي حضرتك مقتنعه ان ربنا فرضه انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. هو في كمان احنا مش عايزين نستخف بالراكب الاجنبي. يعني دي نقطه مهمه جدا. الراكب الاجنبي قبل ما يعمل الدراسه بتاعه التور بتاعته او الرحله او الدوله اللي هو هيزورها على علم تام بالعادات والتقاليد اللي هي دوز اند دونتس واللي يعملوا ما يعملوش وشكل السمت بتاع الدولة دي ايه. الدول العربية لا يخفى على احد دلوقتي ان المرأة العربية سمت او صفة او سمة من سمات الزي بتاعها ان هي لا تلبس الحجاب. وده لا يسيء لحد ولا ضرر ولا ضرار. دي نقطة. تاني نقطة احنا مش عايزين نتعامل بالحرية المبتورة بتاعت قبل 25 يناير. يعني ايه؟ ما انا عايز اخد لان انا قلت ده في المقدمة. هل اللي شجعكم انه كل الممنوعات كل القيود بعد 25 يناير سقطت كل ما يتعلق بالاضطهاد في ذهن البعض يعني او حسب ما يعتقدوا انه اضطهاد هو ده اللي شجعكم بعد 25 يناير ان انتوا تكثفوا مطالبكم؟ تمام. احنا مش هنسميه اضطهاد. احنا عايزين بس ايه نرسي قواعد الحريه كما يجب ان تكون. بمعنى يعني لا ضرر ولا ضرار. انا مش بعترض مثلا ان مدام فريده مش لابسه الحجاب وهي ليه تعترض. انا يعني ده حاجه خاصه بيا. دي حريه شخصيه. اللي عايز يتخلى عن جزء من ملابسه هو حر. واللي عايز يستر نفسه ويرتدي جميع الاجزاء الخاصه بيه في ملابسه هو حر برضه. ما ينفعش اقول ايه انا انزل الميه البس المايوه وانا حره. طب ليه بقى انا مش بطالب وبتظاهر عشان البس مايوه وانزل الميه ولازم اتظاهر عشان البس حجاب؟ يعني طيب استاذه فريده هنا هي بتقول يعني
البعض هيقول يعني حتى كمان انه اليس منع الحجاب في بعض الوظائف قمعا من نوع اخر. هي بتقول لو بمنطق الحرية لو هي عايزة ما تلبسش حاجة خالص أو إنها تبقى عندها حرية في التخلي عن بعض ملابسها أو إنها تلبس ملابس يمكن بعض إنها يشوفها إنها ملابس مخلة إلى حد ما هنقول ده حرية، إنما إذا عايزة تلبس حجاب هيقولوا لها لا ده تزمت ديني وهيبقى لها ملف في أمن الدولة سابقا. يعني أولا في حاجة لما بيبقى في رداء لموحد زي موحد لمصلحة معينة لحاجة معينة أنا مجيش، أنا بالنسبة لي أنا طبعا بتكلم بحريتي أنا يعني مجيش أعمل تمييز طائفي في المكان إنه ده مسلم وده مش مسلم، وما فيش حد بيقولك مثلا يقولك إيه طب أنتوا عجبكم العري، يعني أنا بالنسبة لهم عري لأن ما فيش حد بيمشي عريان في الشارع صراحة، أنا ما شفتش على قد ما ده مسبوغ وفوت التلاتين وكل اللي أنت عايزه بس وأنا ماشية عمري ما شفت عريان في الشارع. الحاجة الثالثة اللي عايزة أقولها واللي بتخليني متأكدة إن ده ما هواش يعني طبعاً أنا بقولش على المطلق لكن إن في تخطيط لتحجيب مصر كلها، إن أنا بحس بحزن لما لاقي طفلة عندها سنتين أحياناً وإنت عارف وبيبقوا موجودين ومحجبينها، ده كلام أنا بعتبره فرز طائفي في الشارع المصري ربنا يعلم هيودينا فين. طيب هل ده له علاقة بقضية المضيفات الجويات التي تطالبنا؟ المضيفات زي ما انت قلت انت داخلة وفي زي للمضيفة، انت النهاردة بتحطي فوق الزي ده علامة دينية ده لا يجوز في الشغل، وبعدين الشعر ده ما هوش الحاجة يعني ده انت لو قصيت دلوقتي شعر اي حد مش هيحس، يعني الشعر ده في رأيي انا ما هوش حاجة يعني مغرية قوي ومنش عارفة أنا الرجال العرب والمسلمين كلهم فجأة كده بقى الشعر هو ميزان الجذب الجنسي، أنا مش قادرة أفهم يعني. وبعدين هقول الأستاذة هبة بس إن الأمريكان دول اللي بيقولوا الأمريكان هم اللي بدعوا تنميط المسلم والمسلمة من أيام حرب أفغانستان. منطلق الحرية الشخصية يعني أليس من حقها من منطلق الحرية الشخصية إنها تلبس حجاب وتطلع بيه تشتغل شغلها ومفيش حد يقول لها انت لابسه ليه؟ ما هو في زي ده حاجه جديده، هي بتدخل حاجه جديده تفرضها عليها. طب اتفضلي وبعد كده ارد على حضرتك واقول لك بتقولي فتنه طائفيه او مسيح مسلمات او تمييز يعني هبه اللي هيشوفك هيقول ان انا هذه المضيفه مسلمه وهذه المضيفه مسيحيه. انا هقول لحضرتك يبقى انا عملت عمليه فرز للمضيفات. المسيحيات يا استاذ وائل زمايلنا المسيحيات والمسيحيين اللي معانا على الطياره كباتن وضيافه بيبقوا حاطين الصليب حضرتك هنا وهنا وبيقدموا للراكب بيبقى باين هنا وبيبقى باين يعني رغم ان ده ممنوع في الشركة. التمييز موجود ده يعني. ممنوع لا في الشركة في ده ممنوع انا ضد ده على فكرة. طيب انا ضد أوكي. انا ضد انا بتكلم خلال ضد على الشركة بتاعتي انا ماليش دعوة بالسروال والحاجات اللي حضرتك بتقوليها انا بتكلم في يونيفورم الشركة يا دكتور انا مش عايزة انا مش دكتورة. اعتراضك فقط على انه يعني ارتداء الحجاب نوع من التمييز الديني. لا مش فقط. انا بتكلم كمان لما يبقى في زي وانا مثلا يعني ما دام في زي معلش ما دام في زي صح انا عندي بطل حضرتك لو طلعتي راكبه على طياره هتلاقي فيه كام شكل مش هنقول زي بقى لان كلمه زي لازم يبقى زي موحد. الخطوط البريطانيه حضرتك سامحه تحت بند الحريه الشخصيه للمضيفه الجويه المسلمه انها ترتدي حجاب الرأس وليس كاب عمري ما شفتها وليس غطاء رأس. لا انا معايا حجاب معانا صور اتفضلي حضرتك يا كاميرا بغض النظر هو الغرب هو الغرب لو كان الغرب يجيب اللقطه دي يعني دي مضيفه جويه على الخطوط البريطانيه اهم من الكاميرا تشوفها وقبلها الجايه اشوفها انا كمان.